بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن chapter 7 child abuse and neglect. بداية نطلب من الله سبحانه وتعالى ييسر أمورنا، لأنه كل الفهم والحفظ والتيسير من عند الله سبحانه وتعالى، مش بشطارتنا مظبوط. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، حتى تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بسم الله. بداية، في عندك أكثر من نوع من child abuse، في physical abuse، في psychological abuse، وفي sexual abuse. الشابتر هذا يعني شوي شابتر قاسي نوعا ما، يعني من المواضيع اللي فيه ومن الصور اللي ممكن إنك تشوفها، لكن موضوع كثير مهم وكثير يعني بيسألوا عنه. The child abuse and neglect introduction. بداية، في عندك هون physical abuse و psychological abuse، واللي بسموه commission and omission. commission اللي هو physical abuse، بينما مثلا neglect وال psychological اللي هو omission. فبالنسبة لل physical abuse، في عندك abuse وفي neglect. abuse طبعا بيكون في أذى ظاهر على 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 الاطفال، مثلا عندك فراكتشرز بروزز وبيرنز، انه الاب ولا الام بضربوا الطفل. اما بالنسبه للنجلكت، انه ايش؟ اهمال شديد للطفل. وبالتالي في عندك فود نجلكت، برضه فيزيكال اكزام، فيزيكال عفوا ابيوز، ما بطعموا الطفل، ما بيلبسوه كويس، ما بودوه على المدرسه، ما بروح على الميديكال كير سيفتي، كله هذا ايش؟ نجلكت الا له، بس كله يعود الى ايش؟ اذى جسمي للطفل، تمام؟ بصير عنده امراض، بصير عنده مشاكل، وعشان هيك هو من ضمن الفيزيكال. بينما السايكولوجيكال ابيوز، في عندك ابيوز وفي نجلكت برضه. بالنسبه للسايكولوجيكال ابيوز، نفسيا تورزنج، يلعب الطفل، بوتينج داون، يحبطوه، يعني انت فاشل، انت ما راح تصير يوم من الايام شيء كثير. او comparing، شوف ابن الجيران كيف احسن منك، شوف كيف الناس وانت بعدك فاشل، و و و و هاي من abuse physical، عفوا psychological abuse. في neglect، انه ايش؟ اهمال بس psychological، فاهمال لل love، لل support، لل stimulation، لل recognition، اهمال. فبالتالي هذول النوعين physical و psychological. definition، في عندك ال child maltreatment، في عندك abuse action or act of commission and lack of action or act on omission that result morbidity or death. فحكينا انه هون انه يكون في عندك اما commission، انه في عندك اما يعملوا له abuse action، يضربوه يكسروه، او انهم يهملوه، lack of action، يهملوه بالنسبه للفود، للكلوذينج، للسكولينج، للسيفتي، للميديكال كير، حكيناهم. وبالنسبة للأوميشن حكينا إنه بيكون في عندك نيجليكت، للسبورت، لللف، لا هذول الشغلات، في إهمال للطفل بشكل كبير، مما يؤدي إلى ممكن يصير عنده موربيديتي وديث، ما حدا داري عنه يعني. فهاي بالنسبة للمال تريتمنت. الفيزيكال أبيوز، intentional injuries to child by caregiver that result in bruises, burns, fractures, laceration, punctures or organ damage. بيجي الكيرجيفر اللي عنده، أو أمه أو أبوه مثلا، ويؤذوه جسميا بالضرب، بالحرق، اي شيء ثاني. Also may be accompanied by short or long term emotional consequences. اكيد طبعا انت لما، لو الطفل يكون شوي واعي على حاله وانت تصحيه على كتله وتنيمه على كتله وفراكتشرز وبروزز، يعني هذا انت قاعد بتخلف مجرم للمستقبل، لانه راح يطلع كاره كل شيء بالحياه من وراء، ماشي؟ فللاسف الشديد يعني. Psychological maltreatment، okay، إنه في بس عندك intentional verbal أو behavioral act or omission that result in adverse emotional consequences. زي في عندك مثلا إنه حكينا بتخوفه، بتحبطه، بتهينه، فهي كلها شغلات يعني بتأثر على نفسية الولد، ماشي؟ والشغلة الثانية إنه neglect لإله، فبالتالي أنت ما بتعطيه لا love، لا support، لا ولا أي شيء. حكينا إذا commission اللي هي الأبيوز، والأوميشن اللي هي اللي يكون فيه neglect، ماشي؟ الآن النوع الثالث هو sexual abuse by act intended for sexual gratification of an adult. يعني مبين من اسمه شو سيكول sexual abuse.
في عندك شيء اسمه factitious disorder. factitious disorder انه الام ولا الاب ولا الكير جيفر فابريكيت ديزيز عند الطفل، فبالتالي هاي بسموها مانشاوزن باي بروكسي. مانشاوزن باي بروكسي انه الطفل ما عنده مرض معين، لكن الام او الابو بيعملوا فيه مرض معين. بينما مثلا مانشاوزن لحالها انه الانسان نفسه بيعمل بحاله مرض. كيف يعني؟ يعني مثلا اذا كان انسان النيرس مثلا خلينا نحكي بيقدر يوصل لابر الانسولين بسهوله وبيعرف كيف ياخذها. هاي الناس مثلا لما تيجي تعطي حالها ابر الانسولين بصير في عندها هايبوغلايسيميا، بتدخل على المستشفى بيقعدوا يسووا لها فحوصات انه شو سبب الهايبوغلايسيميا، بما انها مش ماخذه ادويه معقول في عندها اشي بالبنكرياس، معقول في انسولينوما ما وغيره، لكن اكتشفوا بعدين هي ماخذه ابر الانسولين. فهذا ايش اسمه؟ اسمه مانشاوزن. بس لو عملت هاي الشغله بابنها واخذته على المستشفى، والابن طفل صغير مش فاهم شو الطبخه ودخل على المستشفى عنده هايبوغلايسيميا، ف this is factitious disorder او مانشاوزن باي بروكسي، انه في شيء induced للطفل عن طريق واحد كبير يعني، فهي مانشاوزن باي بروكسي. فكان مره في حاله بالمستشفى سمعت عنها انه دخل طفل، جاب الام طفل على العياده مع اليورين تاعه، واليورين كان فيه بلد يعني كان فيه هيماتوريا مبين، فدخلوه على المستشفى انه لازم يعملوا فحوصات و و و عملوا له كل الفحوصات ما عنده اشي. بردوا ثاني يوم يطلبوا عينة بول حتى يتأكدوا انه يتحسن ولا لا، يرجع يلاقي عينة البول شو كمان برضو فيها كثير بلد. فبالاخير اكتشفوا انه الام كأنه نيرس الام، فبالتالي كانت تسحب بلد منها كأنه او من الولد ما بعرف من وين بالضبط، وكل ما يجوا كل ما تاخذ عينة اليورين تحط فيها اللي اخذتهم بالسرنج من البلد على اليورين، فانت اكيد بيطلع عندك بلد باليورين. ف this is Munchausen by proxy. شو ممكن consequences للطفل اللي انت قاعد تعمل له ابيوز؟ اكيد ممكن يصير في عنده failure to thrive، خصوصا اذا الطفل مولود عندك وانت يعني الاهتمام زي صفر يعني الاهتمام. فبالتالي nutritional neglect is most common cause of underweight infant. فهي كثير يعني مشكلة انه شو الموست كومن كوز اندر ويت، هو نيوتريشنال نيجليكت، ما بيطعموه كويس بصير عنده فيلير تو ثرايب. اكثر من 50% من الكيسز اوف فيلير تو ثرايب من وراء ايش؟ نيوتريشنال نيجليكت. بالنسبه للديفلوبمنت بصير له ديفلوبمنتال ديلي اكيد، ليرنينج ديسابيلتيز اكيد، فيزيكال ديسابيلتي اذا سويت له فراكتشرز وكذا ممكن يصير عنده تشوهات معينه، واكيد بصير في عنده يعني يموت غالبا. ماشي. الان بالنسبه للابيدميولوجي، مين هم الناس اللي دائما اكثر شيء بصير عندهم حالات الابيوز؟ اكثر شيء ممكن احكي لك اذا كان الكير جيفر عنده هيستوري اوف ابيوز اور فيولنس. اذا كان الكير جيفر مثلا انت حاط بيبي سيتر مثلا او حاطه مثلا بروضه او عفوا حضانه، وام محمد هاي تاعت الحضانه مجرمة حرب، فبالتأكيد تشل أمل الأطفال اللي بدهم يكونوا عندها. ماشي. فبالتأكيد بصير في عندها أبيوز بشكل كبير للأطفال، فبالتأكيد عندها history of abuse or violence. إنه يكون الأب والأم young، يكون young parental age، لأنه كل ما كانوا young كل ما كان يعني شوي الوعي عندهم مش بزيادة، لكن كل ما كانوا أكبر كل ما كان الوعي عندهم أكثر. مظبوط. ولا في حدا بيضرب أولاده. Closely spaced pregnancy يعني خلف ولد بعد 9 شهور ولانه هي الولد الثاني، تمام؟ طبعا مش بعد 9 شهور يعني 10 شهور وشوي 11. فشو اللي بصير عندك هون؟ انه بصير عندهم ستريس يعني الاب والام، في عندهم ولد ببكي هون والولد الثاني اصغر منه بسنه واثنين، يعني اخر شيء بصير عندهم ستريس معين بصير في ابيوز. كلوزي سبيس حكيناها، لو سوشيو ايكونوميك ستيتس لانه كل مكان هاي كل مكان يمكن الوعي افضل. اون ميليتري بيسز يعني يكون مثلا الابو بالجيش ويجي يروح على الدار ويفكر حاله بالكثير ويضل يضرب الاطفال اللي عنده، وهو طبعا بالجيش بيكون يخبط على راسه ويجي هون يطبق هذا الاشي على الاطفال. ماشي. في عندك سبوزل ابيوز، انه هون اذا صار في حاله زواج يعني مثلا يعني انه الام تكون عندها مثلا طفل
وبعدين للأسف يحدث طلاق، وبالتالي بعد فترة الأم تيجي تتجوز من واحد ثاني، هذا الواحد الثاني بيثبت يفرض عضلاته عليها، فبالتالي بيظل يضرب بالطفل مثلا، بسموها سبوزل أبيوز، أو اسمها الثاني ديموستيك فايولنس، ديموستيك فايولنس ماشي. سبستانس أبيوز إنه في شو اسمه تتعاطى أي إشي، الأهل مثلا تعاطوا أي إشي ثاني، فأكيد يعني تحت تأثير المخدرات وغيره. سينجل بارنت إذا كان بس واحد، فبالتالي راح يكون ستريس عليه إنه يربي الأطفال و و و، فبالتالي ممكن يصير عنده أبيوز. وهم بحكي غالبا ماذر تكون، لأنه شوي تكون ممكن تتحسس من الستريس. لكن أنا والله صراحة بحس إنه يعني ماذر بتكون يعني يمكن أقل تعمل ضرر لأطفالها، صح ولا لا؟ لكن راح أحط لك من المضر أكثر. mentally retarded child، لأنه child إذا كان mentally retarded يكون أهل أصلا شوي زعلانين وهيك ومتضايقين منه، فبالتالي ممكن يصير أبيوز. high stress level، يعني high stress level إذا كان مثلا الولد طفل جديد عندهم، في infant مثلا وعنده كوليك، فبيظل طول الليل يبكي، فبصير عند الأهل حالة ستريس من صوته قد ما هو بيظل يبكي دائما، لأنه عنده مسكين عنده كوليك يعني. بيجوا آخر شي بيجي الأب يا يدزه هيك ولا يضربه قد ما هو يعني متضايق من صوته ماشي. بري تيرم أو لو بيرث ويت انفنتس، لأنه ممكن غالبا يعني يكون مع أسوشيتد ود ماني ديزيزز هذول الأطفال، ويغلبوا وكذا وعلى المستشفيات، فبالأخير الأهل يقرفوهم يعني. يعني للأسف يعني هذا كله المفروض إنك ما تشوفه، لأنه المفروض إنه القاعدة الأساسية للزواج اللي هي إنه يكون في حب العائلة، في حب بين الزوجين مع الأطفال ويعيشوا حياة كويسة، لكن تلعب أكثر من فاكتور بيلعب دور يعني. لكن ما في إنسان عاقل يعمل هذا الشيء، ما في إنسان يخاف من رب العالمين يعمل هذا الشيء، لكن بعض الناس ممكن. الله سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ممكن الإنسان يكون سيء مع رب العالمين فحياته تصير ضنكا، فتوصل معاه لدرجة إنه يعمل شغلات، ممكن تشوف الصور اللي قدام تشوف كيف ممكن توصل مع الإنسان. physical abuse بحكي لكم، في ولد عمره 2 years old boy represent emergency department skull fracture that the mother states the child acquired after falling from sofa on a carpet floor. طبعا لو وقع من فوق الصوفة هاي اللي قاعد عليها على الكاربت مستحيل يصير عنده skull fracture ماشي، خصوصا اذا كان مثلا depressed skull fracture ما بصير عنده، مش متناسق شكل الارض مع شكل الفراكشر. اوكي during the physical examination child alert he is noted have old bruising. هاي كثير مهمه الشغلات صحني، old bruise عنده old bruise ومحروق بسيجاره على البال تاعته. The mother state that the child falls a lot and the always touching thing he shouldn't know not he should he shouldn't يعني انه بمسك النار وبقع كثير، وهذا طبعا مبين انه من حكي مبين انه كذب يعني، بيمسك ايش بيمسك سيجاره يعني يدخن. دايجنوسيس الشغلات اللي انت سسبكت انه this is physical abuse، اول اشي تشوف injury unexplained. كيف يعني unexplained injury الموجود عنده؟ يعني زي ما حكينا عنده depressed fracture وبنفس الوقت مش ضابط depressed fracture على شكل الارض، يعني المفروض ما يطلع عنده ديبرست فراكشر، هاي ديبرست فراكشر مضروب بشغله على راسه ماشي. عنده مثلا لقدام مثلا راح نيجي في عندك فراكشر سبايرال فراكشر، سبايرال فراكشر ما راح يصير هذا السبايرال فراكشر من وقع على الطفل، مستحيل. سبايرال فراكشر از تشايلد ابيوز انتل بروفن اذروايز. مثلا عنده انجري، الشغله الثانيه انجري اوف انكومباتبل وذ هيستوري جيفن او with child level of development، يعني مبين من الحكي هم انه كذب. بيجيك والله ايده محروقه في سكارة، بحكي لك والله كان يمسك كثير شغلات حاميه، وانه كل واحد من الاهل مثلا يحكي شغله، فعشان هيك انت لازم من ضمن الشغلات اللي تعملها انك تسال كل واحد لحاله. There are no report of death or serious brain injury of, from witness fall اقل من 10 اقدام، يعني المفروض انه اذا وقع اقل من 10 اقدام مستحيل يصير عنده يعني serious brain injury مثلا او death،
لكن انه اكيد مضروب على راسه مثلا ضربه، ولا في شيكن بيبي سندروم اللي راح نجيها لقدام هي اللي عملت له الاشياء. ماشي، فيعني هاي الاشياء لازم تضل ببالها. الشغله الاخيره ممكن زياده، انه راح يكون في ديلي بالسيكن ميديكال كير. يعني والله بيجي والله هاي ايده مكسوره، بس هاي ايده مكسوره من متى مكسوره؟ بحكي لك والله من 3 ايام مكسوره. طب ليش هسه جايبين؟ طبعا بيكون مش ناويين اصلا كانوا يجيبوه، بس قرفهم قد ما ضلوا يبكي بالبيت، فاضطروا بالاخير يجيبوه. وبالتالي انت هسه جايني بعد 3 ايام ايده مكسوره، ففي ديلي بالسيكن ميديكال كير. بالنسبه لاول شغله من الفيزيكال ابيوز اللي هو البروزز، بيجي الطفل مضروب مبين عليه ضربات بكل مكان، هاي الموست كمان. طبعا اذا في اكسيدنتال بروزنج مبين، يعني مبين مثلا على الشنز، على الشن عفوا اوف ذا تيبيا، يكون الطفل مثلا تو يتعلم يمشي وبوقع مبينات هيك نقط هيك على الشن، كانت تصير عند اي واحد بيلعب كثير مثلا، هاي اكسيدنتال مظبوط. اوفر بوني ايدجز. اما النون اكسيدنتال انك تشوف على البوتك كيف يطلع عليها بروز، يعني فيها فات تشو، مستحيل انه لو وقعت شو ما وقعت ما يصير في عندك بروز. جينيتالز، شو بده يوصل الضربه للجينيتالز؟ باك اوف هاندز، ثراكو ابدومينال وول، هاي المناطق اذا شفت فيها ذيس از ان يوجوال سايت اوف اكسيدنت بروزنج مثلا، فبالتالي بدك تشك بهي الاشياء. الشغله الثانيه الشيب كثير مهم. كيف الشيب؟ يعني مثلا ببين عندك والله انه محروق، عفوا لا هون قاعدين بنحكي عن بروزز، احنا خلينا البير من قدام. مثلا مبين انه مضروب مثلا بصوت، مثلا خلينا نحكي مبين بشكل صوت مثلا، او انه مبين انه مضروب مثلا بعصاي، مبين حفاف العصاي او الحفاف المسطره مثلا على ظهره مثلا خلينا نحكي، او على البطن، فمبين من الشيب شو هو نوع الانجل. ماشي، او والله مثلا اجريه مربوطات، كاني اجريه مربوطات، فمبين على اجريه اثر ربط. ماشي، فهي الشيب اوف انجل. الشغله الثالثه الكثير جدا مهمه اللي هي ستيجنج. بتلاقي بروزنج واحد جديد لونه كثير ازرق، وواحد تحول البلاد فيل لبيلي روبن لونه اصفر، وواحد لبيلي فيردين لونه اخضر، فالستيجز مختلفه مظبوط. فالبروز اوف فيريس ستيجز نوت كومباتبل وذ سنجل ايفنت، مستحيل يعني انه كلهم بنفس الوقت وصاروا مختلفه الوانهم. في عندك كلتشرال ايشوز، في شغلات عادات يعني ممكن تصير عند الناس، بدك تحطها ببالك يعني انه ممكن ما تكون شغله ابيوز. مثلا اذا شفت كابينج مثلا، هاي الحجامه يعني مقصود فيها الحجامه مثلا، اذا شفت كابينج موجود على الظهر مثلا، this is not abuse. ممكن والله مش عارف بالضبط هي abuse ولا مش abuse يعني، لكن هاي حجامه يعني، ف ممكن مش شرط انها تكون شغله abuse، ممكن الطفل عنده مشاكل معينه واهل قرروا يعملوا الحجامه. ماشي، طبعا الحجامه مش انه تقعد تحكي شو التخلف والشغلات، هاي الحجامه هي وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم، هي من اهم الشغلات اللي تمنع التجلطات اللي بالدم، وتمنع شغلات كثيره، لكن بحاولوا الناس قد ما يقدروا يطمسوا السنن قد ما يقدروا، لكن الحجامه من اهم الشغلات وافضل الشغلات، تكفي انها سنه النبي صلى الله عليه وسلم. السندروم اللي هو اسمه باتر تشايلد سندروم. باتر يعني ايش؟ مضروب، يعني الولد المضروب، انت لازم الولد المضروب. تلاقي بروز سكارز اند انتير اورجان دامج اند فراكتشرز ان فيريس ستيجز اوف هيلينج، هاي كلها مع بعضها اسمها باتر تشايلد سندروم. صليت على النبي اللهم صل وسلم. الان نيجي للفراكتشرز. الفراكتشرز انك غالبا الفراكتشرز انه في عند رينشينج او بولينج ذا اكستريمتي، ملويه ايده، كان يلاوين ايده ولا ساحبين ايده، خالعين كتفه ولا خالعين رجله، ولا عاملين له هون كورنر تشيب او باكيت هاند فراكتشر اوف ذا ميتافيسز. هذول انواع فراكتشرز هاي يعني ما بتصير من اثر تروما معينه مثلا، او انه الولد واقع مثلا، تمام، هاي بدها تكون في رينشنج في بولينج الاكستريميتيز حتى يصير في عندك فراكتشر بالميتافيسز. ماشي، ذس از رير فراكتشر، انه يصير من اي تروما عاديه. انفليكتد فراكتشر اوف بون شافت مور لايكلي بيكون سبايرال فراكتشر. حكينا سبايرال فراكتشر از ذا يعني خلينا نحكي هو تشايلد ابيوز انتل بروفن اذروايز فروم تويستد راذر ذان ترانسفيرس فروم امباكت. غالبا سبايرال، سبايرال مبين من شكله انه هو في تويستد، صار بالايد او الاجر كسرت البون. سبايرال فراكتشر اوف ذا فيمر بيفور تشايلد كان ووك اندبندنتلي هاز يوجوالي بين انفليكتد باي سم ون ايلس. اكيد يعني الطفل بعده ما بيمشي، من وين اجى الفراكتشر؟ ماشي، اكسيدنتال امباكت ريب اللي كوز ريب فراكتشر،
بالنسبة للريب فراكتشر غالبا يعني خصوصا بأول مثلا إذا كان طفل أقل من 3 أشهر الريبز بتكون كارتلاجينس، يعني فيري فيري رير إنه يصير فراكتشر، بدها فرص كثير قوية حتى إنك تعمل فراكتشر فيها، فمستحيل إنه الطفل صار عنده أي تروما عادية ريب فراكتشر ماشي، أو مثلا يكون عنده ريتينال هيموريج هذا أثر ضربة ممكنة على رأسه. هاي سبيسيفيك فور أبيوز، إنه في عندك ريب فراكتشر عند الأطفال، فراكتشر ديفرنت ستيج اوف هيلينج، جاك بفراكتشر اليوم جيت عملت له صوره لقيت فيه كالس فورميشن بعض مثلا، يعني كان في فراكتشر صار له فتره وصار في كالس فورميشن قاعد ببني، او انه يكون عنده بايلاترال فراكتشر، يعني صعب انه جري اثنين يتكسروا مع بعض او ايدي اثنين، كومبلكس سكال فراكتشر انه يصير عندك عند الطفل كومبلكس سكال فراكتشر، برضه هذول الشغلات الاربعه بدك انت هاي سبيسيفيك فور، بدهم يكونوا هذول هاي سبيسيفيك فور ابيوز. طبعا بس بدك تحط ببالك في شيء اسمه اوستيوجينيسيس امبيرفكتا او بريتل بون ديزيز، هذا هون البون بيكون عنده سيفير اوستيوميليشن، فبالتالي اصلا اذا ما انولد وهو مكسر بتكسر على السريع، فبدك تحط ببالك انه مثلا هو مش اوستيوجينيسيس امبيرفكتا، تطلع على لون السكليرا عنده مثلا لون السكليرا بلو ولا وايت ولا كذا، حط ببالك الشغله هاي، او ممكن انه يكون عند الطفل فيتامين سي ديفيشنسي، فبالتالي بيعمل له بروزنج زي اللي قبل شوي حكينا عنه البروزز، اذا عنده فيتامين سي ديفشنسي بصير عنده بروزز، لان الفيتامين سي مهم بالكولاجين سينثيسز خصوصا بالسكن. طبعا من اهم الشغلات اللي بتعمل فيتامين سي ديفشنسي انه تيجي الام تغلي الحليب كثير، يعني بتغلي الحليب فبالتالي بس ينغلي الحليب كثير الفيتامين سي خلاص بتكسره على الفاضي بروح، فالولد بيشرب الحليب وما فيه فيتامين سي، بعد فتره بصير في عنده فيتامين سي ديفشنس. فالشغلات يعني بدك تحطها ببالك، في لقدام في شيء اسمه سكيلتال فيلم او بون فيلم ببين لك وين في اماكن للكسور، زي خلينا نشوف الصور اللي هون، هون الصور اللي هون شايف هون في هون بنسميها راكون اي، هاي الراكون اي نتيجة انه في عندك يعني في تروما صار على البين فعمل لك هيمرج بالمنطقة اللي حوالين العين، فبالتالي اسمها راكون اي. طبعا هاي نادر انها تصير الا من اثر ضربه، فصارت من الضربه في عندك بروزنج بالمنطقه هاي. طلع هون على الطفل هذا في عنده هون مثلا ايكوموسز على وجهه، وذيس از يعني مبينه انها ايش ايرلي مظبوط، لكن هون طلع الستيجز، هون في ديفرنت ستيجز، هاي معلم كثير هاي مش معلم كثير، فبالتالي هذا مبين انه تشايلد ابيوز، عدا انه طلع على ايده هون شكلها مكسوره كمان ولا خشمه. هون في عندك اثار حروق على ايدين الطفل هذا المسكين، مبينه كمان انه في عندك هون ابيوز، وهون مبين انه كانين رابطين اجريه بسلسله ولا بحبل ولا ابصر ايش، فعاملين صاير بريشر على المنطقه هاي طلع الشكل اللي صاير عنه ماشي. هون عندك اللي فراكتشرز لو تيجي تطلع على المنطقه هاي بتلاقي انه الريب من هون بوردر ذان اللي قدامه، ليش؟ لانه هون كان في عندك فراكتشر صاير بالمنطقة هاي، هون نفس الشيء في عندك برضو كانه في فراكتشر في المنطقة هاي نفس الشيء. هذا اللي حكينا عنه اسمه بون فيلم او سكيلتال فيلم، هذا ببين لك انه في فراكتشرز ولا، طلع هون على الريبس تلاقي هون كثير في اماكن، كل الاماكن هاي كان فيها فراكتشرز، يعني هذا التست كثير كويس انه ببين لك وين في اماكن فيها فراكتشرز، بس انت الروتين اللي ما بتعمله اول شيء انت بتعمل بلين فيلم، وإذا يعني كنت شاك كمان بالموضوع وقتها بتفكر تعمل البون فين. طبعا وشغلة كمان بالنسبة للبروزز، يعني إذا إجاك الطفل عمره يوم يومين أسبوع كذا وفي على ظهره بقع، يعني في بروزز مبين في أثار بروزز، يعني برضه لا تنسى تحط ببالك شغلة موجودة بالشابتر الأول اللي حكيناه اللي هو المانجوليان سبوتس، مانجوليان سبوتس إنه تبين أز بروزنج، لكن حكينا تفرق بينها وبين البروزنج إنه المفروض البروزنج إذا في بروزنج تختفي بعد فترة أو يتغير لونها، فبالتالي this is child abuse مظبوط، بينما إذا كانت نفس الشكل على فترة طويلة هاي منغوليان سبوت. بالنسبة للبيرن طبعا هون كان إذا مثلا عندك سكابيولا فراكتشر، في عندك سكابيولا فراكتشر يعني سكابيولا فراكتشر very very rare مثل سكابيولا فراكتشر خصوصا عند الأطفال. بيرنز سيجارت بيرن أكثر شيء بيكون سيركلر بانش أوت ليجن أو في يونيفورم سايز، معروف شكل انه واحد محروق سيجارة. emerging burns most common in infants اللي هما كيف يكون في عندك glove stocking pattern of extremities، يعني هون انه شو
الطفل انه تلاقي اجريه اثنين مثلا محروقات، اثر انه مثلا قال ايش، الطفل حط اجريه بالميه الحاميه. طبعا انت بالعقل معقول الطفل يحط اول اجر بالميه الحاميه طبيعي ويرد يحط الاجر الثانيه؟ اكيد مش طبيعي، صح؟ انت هون الطفل انشال ونحط اجرين، حطوا يعني بالمي الحامي، مش عارف شو يتهيأ لهم، يعني بيجوا بأفكار غريبة عجيبة يعني، والله حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. فبتكون جلوف ستوكينج بتن، يعني إما على الإيدين زي الجلوف، وإما زي الجرابات زي ستوكينج على الإجرين. في شيء اللي هو هون بحكي لك إنه ديبينج انتو باث تاب ووتر، نفس الإشي اللي هي حكيناها، إنه بيكون ديماركيشن أوف يونيفورم أند ديستينكت، إجري اثنين زي كانه لابس جرابات محروقات، نتيجه انه حط مباشره بالمي الحاميه بجري اثنين. فليكشن كريزز سبيرد، اذا في عندك كريزز ما بيكون فيها بيرد، نتيجه انه يعني مش الطفل فايت لحاله وفاتح اجريه وفاتح ايديه و و نو سبلاش بين، يعني ما في نقط من السبلاش للووتر الحامي على اجريه، لانه لو انه حط اجره وبده يرفعها بسرعه فبصير سبلاشينج بتنحرق، هيك في نقط بتصير على الاجر الثانيه و... لكن هون الطفل حطه بالمي الحامي وطلعه. هاند اند هاندز اند اند فيت سبيرز، بس غالبا ما بيكون سبيرز، ماشي حكينا انه بيكون في عندك حرق يعني بايديه واجريه، وغالبا اجريه يعني فيت. هون incompatible with falling into tub or turning on hot water while in top، لانه ما حكينا انه الطفل مستحيل يحط اجريه اثنين مع بعض، ماشي. intentional head trauma، نجي الان للانتشنال هيد تروما، بس خلينا نشوف صور على البينز شوي. هون زي ما انتم شايفين هاي صور البينز، طبعا من الشكل انت بتعرف ممكن شو هذا الحرق، تمام. فبالتالي هون لو اجيت طلعت على وجه الولد المسكين هذا تلاقي شكل مثلث، this is an iron، هذا في مكوى، حطوا مكوى على وجهه، هاي المثلث تاع المكوى، وهون نفس هذا اكيد مكوى، المكوى بوز المكوى هون من قدام، هذا ايرون، وهون على البوتك في حرق على البوتك. هاي الشكل هذا اللي هون طلع كيف، هذا يعني هيتر، مبين انه هذا هيتر وحطوه على وجه الولد، مش عارف تحط هيتر على وجه الولد يعني بدك تعمل ابيوز وتعمل ابيوز، حط على مكان ثاني على وجهه، لا اله الا الله. فهون على الوجه حاطين مبين من شكلها، هاي يمكن انها اما هيتر هون واما هاي سيجاريت بالمنطقة هاي، هون برضه في عندك بين. ف نيجي الان خلصنا بين، هسه نيجي للانتشنال هيد تروما. انتشنال هيد تروما هو الموست كومن كوز اوف ديث الهيد تروما، طبعا كل ما كان الطفل اصغر كل ما كان الايج اقل كل ما صار في انكريز المورتاليتي، انه يعني شو بده يتحمل الطفل، ماشي. هسه ما امتى بتوقع انه في هذا انتشنال هيد تروما او ابيوز؟ اذا كان في عندك انجري انجرد انفنت، انفنت بريزنت وذ كوما كونفلجن ابنيا اند انكريز انتراكرينيال بريشر، بدك تتوقع هذا الشيء. على السريع شو بدك تعمل؟ بدك تعمل له سي تي سكان حتى تشوف انه هل هذا سبديورال هيماتوما ولا لا. السبديورال هيماتوما هي اكثر شيء بتصير، يسموها شيكن بيبي سيندروم، شيكن بيبي سيندروم. فالشيكن بيبي سيندروم انه الولد قد ما هو مثلا بضل يبكي بيجي الابو خلاص ينجن يمسك الولد ويصير يخضه زي هيك، بس لما انت بتحرك الولد زي هيك بصير في اكسلريشن ديكسلريشن للبرين، البرين بصير يتحرك جوا، فبصير عندك تمزق للبريدجنج فينز الموجودات عندك بالسكال، فبالتالي بده ينتج عن هذا الشيء سب ديورال هيماتوم، ماشي سب ديورال هيماتوم. هسه اذا ما في، اذا كان في عندك سكال فراكشر بدك توقع سبديورال هيماتوما، اذا كان في عندك نو سكالب ماركس برضه بدك توقع شيكن بيبي سيندروم، ماشي. ريتينال هيموريجز يعني هاي كونفيرم انه في عندك تروما صار للهيد. شيكن حكينا اكسلريشن ديسلريشن مي هاف نو اكسترنال ماركس لانه بس هو مخض بس 85% اسوشيت وذ ريتينال هيموريج. بالتالي اذا في عندك سي تي سكان مبين كريسنت شيب هيماتوما، غالبا تكون مش كثير ترى يعني قليله، لكن بعد فترة يجيك الطفل بأبنية نتيجة الانكريز انتركرين بريشر ومشاكل بالبرين، فبالتالي بدك تعمل سي تي. شفت عندك ريتينال هيموريج مع شيكينج، مع عفوا مع كريسنت شيب هيماتوما، يعني سبديول هيماتوما،
فعلى الأغلب يعني هاي intentional هيدروم. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. الآن انترا ابدومينال انجريز، مثلا جاتك طفلة صغيرة على المستشفى ولقيت وبتشكي من بطنها، ولقيت انت على بطنها في بروزنج كبير بالابدومن نتيجة انه في عندك بليدنج بالابدومن. طبعا على السريع بدك تتوقع يعني غير انك تشوف هذا الاشي عند اي طفل بالوضع الطبيعي. تمام. فبالتالي يعني بدك كمان برضه تتوقع انه في عندك تشايلد ابيوز. فالانترا ابدومن انجري هي السكند موست كومن كوز للديث، تكون امباكس ريكرنت فوميتنج، ابدومينال ديستنشن، ابسنت باول ساوند، لوكلايز تندرنس اند شوك، نتيجه انه في واحد ضارب الطفل بوكس مثلا، في عندك بلانت تروما على الابدومن. اف ستراك ويز فيست، يعني واحد ضارب بوكس رو اوف اوف 3 تو 4 1 سنتي تير دروب شيب بروز اون سلايت كيرف، يعني اللي هي اثار الاصابع مع يعني اثار مبين انه ضربه بوكس، مبين هيك اصابع في خطوط ثلاثه او اربعه 1 سنتي 1 سنتي زي تير دروب شيب كلهم سلايت كيرف بيكون من اثر ضربه البوكس. ممكن يصير عندك رابتشر للليفر سبرين الطفل هذا، لاسريشن ممكن يصير في عندك بالسايت اوف ليجامنتال سبورت، يعني مثلا بالسكند بارت اوف دودينم مثلا، خلينا نحكي ممكن يصير في عندك تمزق بالمنطقه اللي هناك. انتراميورال هيماتوما ممكن داخل، فممكن تعمل لي تمبوراري اوبستراكشن، ممكن تلاقي فري اير نتيجه انه صار في عندك مشاكل بالباول، او في عندك صار مثلا باراليسيس بالباول نتيجه الهيماتوما، ممكن يبين في عندك فري اير لكن مش كثير يعني سيجنفكت. طبعا هسه شو هسه انت اجاك المريض بكل الفيزيكال اكزامينيشن اللي حكيناهم، كيف انت بدك تتاكد انه هاي فيزيكال اكزامينيشن ولا لا؟ بدك تعمل له اول شيء سكيتال سيرفي زي ما حكينا، اذا في عندك فراكتشرز سكيتال سيرفي انه زي اللي هو البون فيلم اللي شفناه يبين لك انه في عندك ابيوز عند الاطفال لا. فسسبكت اذا في سسبكت ابيوز لطفل اقل من سنتين او اكثر من سنتين ابروبريت فين اريا اوف انجري كومبليت سيرفي نوت يوجوالي ريكويرد، يعني كيف اذا اكثر من سنتين ما في داعي تعمله لانه راح يبين عليه باماكن ثانيه، وممكن انه الطفل مثلا تلقاه خايف من الاهل، ممكن يعني ممكن تكتشف عن طريق شيء ثاني، لكن غالبا تعمل سكيتال سيرفي اذا اقل من سنتين حتى تتاكد انه هذا الطفل مضروب قبل هالمره ولا لا. If infant is severely injured despite absence of CNA CNS findings بدك تعمل head CT scan، بدك تعمل MRI ممكن ophthalmologic examination حكينا، لأنه راح تلاقي retinal hemorrhage 85% من حالات اللي عندهم shaken baby syndrome. إذا في عندك abdominal trauma بدك تشوف urine and stool for blood، بدك تشوف إنه في عنده مشكلة هو أصلاً بالكيدنيز، مشكلة عنده بالباول، عملت له perforation مثلاً صار bleeding، في عنده مشكلة مثلاً عنده pancreatitis والpancreatitis بصير في عنده intra abdominal bleeding مظبوط، في عنده pancreatic أو pancreatitis عفواً، في signs ببين في عندك intra abdominal bruising. ابدومينال سي تي سكان ممكن حتى اشوف وين المشكله بالضبط، بس اذا كان في بليدنج وبروزز بدك تتاكد انه هذا المريض بي تي والبي تي تي عنده نورمال، البليتلتس عنده نورمال، بليدنج تايم عنده نورمال، الاي ان ار عنده نورمال، فبالتالي بما انه هذول كلهم نورمال فبالتالي وقتها بدك تحكي انه ذيس از بروزنج نتيجه انه في ضربه معينه ماكلها الطفل. فبتذكر مره كنا بالاطفال فاجا في مريضه كان عندها راكون اي، فالمريضة عندها راكون اي والبوتك في عندها برضه بروزنج، لكن مع الفحوصات اللي عندها بين عندها اي تي بي ايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيا، عندها البليتس كانت فيري لو فصار عندها البليدنج من وراء انه نقص بليتلت، فاعطوها ستيرويد وكذا وكانت امورها كثير كويسه. الان المانجمنت انت شو لازم تسوي؟ طبعا فيرست ستيب انه اولويز institute prompt medical surgical psychological treatment اكيد، لكن اول شيء بدك تعمله طبعا بدك تبلغ في الشرطه انت انه في عندك child abuse. انت ما راح تقعد، انت ما راح تتهم اي حدا، انت مهمتك انك تبلغهم انه في there is a child abuse this is a child have been abused
من أي واحد، ما لك دخل، هو ممكن من أبوه، ممكن من أمه، ممكن ما لهم دخل، ممكن من الحضانة اللي هو فيها، الله أعلم. أنت بس بتبلغه، بس ما بتتهم أي حدا. الشغلة الثانية، لازم تصور هذا الإشي موثق مع التاريخ، يعني مش منطق تصوره وبعدين تروح تقدمه للشرطة إنه هيو الصورة هاي، يقعد يحكي لك طب هاي الصورة متى تاريخها، تقعد تحكي آه متى، يعني مش حلو راح يكون منظرك. أنت لازم تصورها مع التاريخ. وبرضه من الشغلات اللي لازم أنت تعملها، إنه لما تيجي تسأل الأهل، تسأل كل واحد، يعني لازم شو انترفيو البارنتس، كل واحد لحاله سبريتلي. تسأل الأم أول شيء شو صار مع الولد بالضبط لحالها، وتقعد تحكي لك قصتها، بعدين تروح تسأل الأب مباشرة بمكان ثاني شو صار مع الولد، ويقعد يحكي القصة. إذا طبعا في واحد منهم، إذا القصة متفبركة راح، إلا ما تطلع فيه كذبة بالموضوع يعني، ماشي. فبالنسبة للشغلات، consider separating child from coverage in exam area لحاله لازم أول شيء تأخذه. report any child suspect، حكينا لازم تعمل report. لازم تبلغ law enforcement against perform a forensics interview suspect and if criminal act has taken place informs prosecutors or prosecutor. يعني هون بحكي لك تبلغ النائب العام، ما بعرف ايش الطب الشرعي، ما مش هذاك الشيء اللي، بس انت اهم شيء انك تعرف انك لازم تبلغ. بس في برضه بدك تعمل انشيال اكشن انكلود فون ريبورت، حكينا لازم تبلغ، لازم تكتب الريبورت خلال 48 ساعة مع الصور ومع التاريخ. وبرضه امتى ممكن تدخل المريض انت عندك؟ اذا طبعا كان الميديكال كونديشن عنده بحتاجه وتطلب انك لازم تدخله وتعتني فيه. واذا الدايجنوسيس ان كلير، انت مش عارف شو الدايجنوسيس لحد الان وشاك بفيزيكال ابيوز، فبالتالي برضه ممكن تدخله. There is no alternative safe place، يعني انت تأكدت انه عنده physical abuse مثلا، وما في، اذا بدك تطلع بده يرجع عند امه وابوه، الله اعلم شو ممكن يسووا فيه كمان. فبالتالي اذا ما في مكان سيف، بدك برضه تدخله عندك المستشفى، يعني المستشفى اقل ما فيها بيكون safer than his home. If parents refuse hospitalization or treatment، انه هون وقتها الميديكال ديبارتمنت بيعملوا emergency court order، انه لازم بشكل محكمة الآن، لازم يعني مش بشكل محكمة، لازم الآن يتم تحقيق القضية. إذا ما بكون دخلوا الولد، ما راح نأجل القضية بما إنكم بدكم تاخذوا، ممنوع تاخذوا، لازم الآن emergency protocol. medical department should explain to the parents إنه why inflicted injury is suspected و legally obligated to report. حكينا the referral is made to protect the child، كله هذا لازم تشرح للأهل إنه إحنا بدنا نحاول نحمي الطفل، و و و the family will be provided with the services. برضو يعني انت حكينا ما بدك تتهم اي انسان، يعني انت بدك تعمل بس انك انت بدك تهتم بالطفل اللي جاي، بغض النظر الله اعلم هم اهله ولا مش اهله اللي عاملين المشكلة، ماشي. CPS worker اللي هم child protecting service، كأنه لازم يكونوا موجودين، والشرطة لازم يكونوا موجودين، يعني لازم يتدخلوا بالقضية. court ultimately يعني القضية والمحكمة هي اللي بالأخير يعني راح تحدد لك القضية، وتحدد لك مين المذنب، و و و و يعملوا كل الأشياء. بس البروجنوسيس حكينا، كل ما كان earlier age of abuse the greater risk of mortality. أكيد بالنسبة لل physical examination physical abuse عفوا. الآن نجي لل sexual abuse. sexual abuse موضوع كثير سيء. sexual abuse بحكي لك، في عندك كثير old girl present with a green vaginal discharge microscopic examination discharge gram negative diplococci. شو في gram negative diplococci؟ Neisseria gonorrhea. Neisseria gonorrhea is ايش؟ sexual transmitted disease، وهم برضو confirmed by green vaginal discharge. sexual transmitted disease in children، وخصوصا بالاعمار الكثير صغيرة هاي، يعني is sexual abuse until proven otherwise. اكيد يعني sexual abuse من وين بده يجيها؟ او مثلا تجيك مثلا طفلة وفي عندها مثلا، او طفل في عنده عند الان الكنال مثلا كونديلوما اكيوناتا اللي هو هيومن بابيلوما فيروس، عملها زي الثواليل هيك عند الان الكنال، هذا سيكشوال ترانسميتد ديزيز. شو بده يجيب عنده اطفال، ماشي. ابيديميولوجي ليست كومن اوفندر از سترينجر، يعني غالبا شوف، بس بالنسبه للسيكشوال ابيوز
الفيكتم غالبا بيكون فيميل، البيربتريتر المعتدي عليه المعتدي عفوا غالبا بيكون يعني almost always بيكون ميل، وبنفس الوقت نفسه هذا البيربتريتر بيكون الفيكتم عارفه، فهو less common انه يكون الاوفندر او البيربتريتر هذا سترينجر ماشي ينط عليهم وعلى البيت ويدخل ويعمل sexual abuse يعني، فغالبا بيكون معروف. Most common reported abuse is that daughters by fathers and stepfathers، هاي للأسف هي most common. Most common overall is brother sister incest، يعني بصير في اللي هو السفاح من البراذر يا أشياء داري. Violence is not common but increase with age and size of victim، يعني أكيد كل ما كان victim صغير وحجمه صغير شو المقاومة اللي بده يعملها، غالب ما في عنف في الموضوع. More likely to occur as a single incidental with stranger. بالنسبة للكلينيكال فايندينج شو ممكن تشوف؟ تشوف كالتالي: إما vaginal أو penile أو rectal pain, discharge, bruising ممكن, erythema أو bleeding. كلها بالمناطق sexual area بدك تعتبر إنه this is sexual abuse. Chronic dysuria إنه بصير في عنده chronic dysuria نتيجة طبعا غالبا sexual transmitted disease يعني. Dysuria enuresis constipation and encopresis. الانكوبريسز بيكون نتيجة طبعا انه في صار يعني عندك ميجر ترو او تروما كثير سيئة على السفنكتر، فبالتالي بطل في سيطرة على الديفيكيشن. Any STDs in a pre-pubertal child حكينا is a sexual abuse until proven otherwise، وغالبا ما في proven otherwise. Diagnosis: test for pregnancy, test for STD, test for اي sexual transmitted disease. Management طبعا عندك تحكي مع الشرطة شيء، بوليس وال CPS notification. Psychiatric support اكيد راح تعمل الولد psychiatric support. Foster care placement بدك يعني تحط الولد بحضانة او يعني بشغلة انك انت تخليه لحاله يعني، مثلا antibiotics و pregnancy. Postmenarche in mid cycle with within 72 hours. هون تصور قصده يعني امتى تعمل البريجننسي تيست يعني. الكونديلوما حكينا اذا في مثلا اذا بينت عند ايج 3 او انك تلاقي تروكومونس فيجينايلس فيجينايلس بروبلي دايجنوس انه في عندك هون سيكشوال ابيوز. هيربس سيميلس فيروس اند ذن فيرينيال وورتس ميبي اوتو انكيوليتد، انه هون يعني احتمال ما يكون سيكشوال ابيوز يعني يكون اوتو كريت لحاله يعني صار في عندك المرض المعين. هيك بنكون كملنا التشايلد ابيوز. طبعا سامحوني كثير مقصر بالتشايلد ابيوز، لكن يعني هذا اللي قدرت اوصل له يعني المعلومات وشغلات. ان شاء الله اشوفكم في الريسبيراتوري ديزيز. سامحونا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.